الاهلي كان كبير فعلا. ندخل بقى في اجواء مباراه الاهلي والوداد، المباراه المهمه اللي هي بين فريقين كبار جدا في القاره الافريقيه. هنستعرض مجموعه من الاخبار اللي بتخص معسكر المارد الاحمر في المغرب، والبدايه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثه الفريق الاول لكره القدم في المغرب، اللي اهدى علم الاهلي الى كل من عمر منيب القنصل المصري بالمغرب، احمد عبد الوزير المفاوض بالسفاره المصريه، عمرو قليني مدير عام احد الفنادق الكبرى بالمغرب. جاء ذلك خلال الزياره اللي استقبل فيها اشرف ابراهيم السفير المصري بالمغرب الكابتن محمود الخطيب وبرفقاته طارق أنديل عضو مجلس الاداره والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه بالنادي، اللذان يرافقان بعثه الفريق الى كازابلانكا، بالاضافه الى المهندس سمير عدلي المدير الاداري للفريق. ومن جانبه اعرب اشرف ابراهيم سفير مصر في المغرب عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالمغرب. واكد السفير المصري بالمغرب اعزازه الشديد بتكريم الكابتن الخطيب ومنحه درع وعلم النادي، مشددا على ان النادي الاهلي وجهه مشرفه دائما، وان الكابتن الخطيب شخصيه مرموقه ويحظى باحترام الجميع. واوضح ان التنسيق مع الاهلي لرحله المغرب بدا منذ فتره طويله جدا، وان السفاره قامت بكل الجهود الممكنه مع الجهات المعنيه بالمغرب لتسهيل مهمه البعثه من خلال التنسيق مع كل المسؤولين لتامين تحركات الجميع والاطمئنان على الاقامه ووسائل الانتقال وغيرها من الترتيبات. واشار السفير ايضا الى ان الايام الماضيه شهدت ترتيبات على اعلى مستوى على صعيد الاجراءات الطبيه والاحترازيه لضمان سلامه كافه افراد الفريق، وشدد على استمرار كافة الجهود من جانب السفارة المصرية بالمغرب لتوفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلي وحتى مغادرتها والعودة إلى القاهرة بسلامة الله. ولسه مع أجواء دوري أبطال أفريقيا، أسفرت قرعة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا عن اختيار مصر لاحتضان المباراة النهائية حال وصول فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني لو نفترض ان شاء الله بعون الله باذن الله لو فريق مصري ويكون النادي الاهلي باذن الله وصل لنهائي افريقيا وفريق من المغرب سواء الوداد سواء الرجاء، طبعا يعني احنا نكسب الوداد ان شاء الله، يبقى قدامنا الرجاء والزمالك. لو نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك، ولكن اذا فاز الرجاء يبقى النادي الاهلي هيلاعب نادي الرجاء المغربي في ملعب استاد القاهرة أو في القاهرة. والقرعة أجريت صباح اليوم بأحد الفنادق في الدار البيضاء، حيث أدارها سامسون أدامو مدير مسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، حيث أسفرت عن أنه في حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية فسوف تقام في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل إن شاء الله. النهارده كمان كان في الاجتماع اللي بيخص مباراه الاهلي والوداد، واقيم في مقر اقامه الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف، وحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي والدكتور عمرو محب القائم باعمال الترجمه بالجهاز الفني لفريق الكره، وسمير عدلي المدير الاداري وماهر عبد العزيز اداري الفريق، للاتفاق على كافه التفاصيل الخاصه بمباراه الفريقين المقرر إقامتها مساء غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق عن أن يرتدي النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل أو اللون الأبيض بالكامل، كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء بإذن الله، ومواعيد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق ووفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.